إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنعود إلى ما نحن فيه من تدبر سورة القمر، وذلك قول الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسير. نعوذ بالله من عسر ذلك اليوم. وقد وقفنا عند قوله جل وعلا: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. وذلك أن من أهم، بل أهم ما جاء به هذا الكتاب القرآن الكريم، الأنباء. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. وعبارة الأنباء عبارة هي من الدقة بمكان، على المؤمن أن يتدبرها وأن يتأملها. جمع نبأ، كما في سورة النبأ عن النبأ العظيم، يتساءلون عن النبأ العظيم. نبأ، والنبأ غير الخبر، لأن النبأ شيء آخر. النبأ لا يكون إلا غيبا، ولا يأتي إلا من وراء الغيب. أما الأخبار فهي أخبار السابقين، كل التاريخ خبر، وكل المؤرخين إخباريين. فالخبر شيء حدث في عالم الشهادة لكنه لم يصلنا، فنستقصي أخباره، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، كما قال شاعر العرب قديما. سواء كان الخبر قديما أو حادثا، المهم أنه خبر أو حدث وقع في عالم الشهادة، العالم المادي، ويأتينا من لدن الناس، ممن شهد الواقعة يأتي بالخبر. أما النبأ فشيء آخر. الأنباء هي حوادث عالم الغيب، الأخبار التي تقع في السماء، سواء ما وقع منها من قبل، كقصة آدم عليه السلام في سجود الملائكة له، وفي حواره مع إبليس نعوذ بالله منه، أو غير ذلك. أو الأخبار التي وقعت بعد ذلك، أو الحوادث أقول التي وقعت بعد ذلك وتقع ولن تزال تقع أو ستقع في المستقبل الغيبي، من حوادث الساعة والقيامة وما جاء به هذا القرآن العظيم، كل ذلك يسمى أنباء. أنباء، ولذلك الرسل يسمون أنبياء ولا يسمون إخباريين. فالنبي، ما معنى نبي؟ أي أنه ينبئ، يأتي بخبر، لكن ليس بخبر عادي، بل هو خبر من عالم الغيب. فالنبوة إذن هي صفة تتعلق بإنسان يأتي بإخبار عالم الغيب، لكن عن طريق الوحي، فهي أخبار قطعية يوحى بها إلى الإنسان. من هنا إذن تكون هذه الأنباء من الأهمية بمكان، من العظمة بمكان، من الخطورة بمكان،
لأنها تتعلق بالإنسان حاضره ومستقبله فيما يتعلق بمصيره الأخروي وقضايا القضاء والقدر، كل ذلك أنباء. وبغير الأنباء لا يستطيع الإنسان العيش بسعادة حقيقية. بهذه الأنباء نتعرف على ربنا الخالق سبحانه جل وعلا، وبهذه الأنباء نتعرف على حقائق الإيمان الحادثة والواقعة في عالم الغيب كالملائكة وكالجنة والنار وغير ذلك من قضايا اليوم الآخر، كل ذلك بالأنباء نعرفها ونتعرف إليها ونؤمن بها، فتحصل تلك الطمأنينة للنفس. ولهذا قال الله جل وعلا: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. الازدجار أن يزدجر الإنسان، أي أن يحصل له الزجر، وهذه الدال ها هنا زيادة تدل على قوة المعنى. ولذلك تقول يعني دائما يعني بعض الأفعال العربية يدخل عليها الدال للدلالة على مضاعفة الفعل، كازدرد أصلها زرد كما نستعملها في العامية، ازدرد وازدحم. فازدجر أي أنه إن زجر يعني وقع عليه الزجر، حينما تزجر شخصا تنتهره وتفزعه، فإذا استجاب فعل المطاوعة يعني كيوقع له الخوف فهو إذن منزجر. لكن إذا خاف خوفا كبيرا جدا لم يبقى عند حدود الانزجار بل وصل إلى رتبة الازدجار. وهذا القرآن من تأمله ففيه مزدجر، بل تعدى رتبة الإخافة والزجر إلى هذه الرتبة العالية التي تجعل الإنسان فعلا يفكر الليل والنهار إن كان من أهل الفطنة وممن يترقون الأنباء بصدق وبإقبال على الله جل وعلا، يجد نفسه فعلا في خوف شديد من هذه الأنباء. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. فإذا كنت أقرأ هذا القرآن ولا يحصل لي مجرد الخوف بل الازدجار، ومعنى ذلك أن حقائقه لا تصل إلى قلبي، معنى ذلك أن بيني وبين القرآن حاجزا يمنعني من تلقي حقائقه، فلا بد من مراجعة حواسي القلبية ولطائفي الروحية، فلعل فيها خمجا، لعل فيها رانا يمنع وصول الحقائق الإيمانية إلى القلب، لأنها إذا وصلت حدثت الازدجار، وما دام الازدجار لا يحدث يعني أن هنالك فاصلا بيني وبين القرآن. والله جل وعلا حقق وأكد هذه الحقيقة: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. فلماذا الناس لا يزدجرون، لا يتعظون، لا يخافون؟ إنهم لا يقرؤون القرآن، وإذا قرأوا فإن حقائقه لا تصل إليهم بسبب الذنوب الكثيرة العالقة بل الناسجة على القلب والتي غلفته تغليفا والعياذ بالله. هذه الأنباء كلها حكم، حكمة بالغة عالية رفيعة تصل محلها إذا فتح لها الباب وفسح لها المجال. لكن إذا كان هذا الإنسان من هذا النوع الذي غرق في شهواته وفي أمراضه فلن يستفيد شيئا، فما تغني النظر. حكمة بالغة فما تغني النظر، يعني صياغة إنكارية على هؤلاء الذين يتلقون حقائق الإيمان ولكنهم لا يتعظون ولا يزدجرون، معنى ذلك أن قلوبهم والعياذ بالله قد ختم عليها وطبع عليها فلن يستفيدوا شيئا. فما تغني النذر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يعني هؤلاء سيتعظون فعلا وسيزدجرون ويخافون، ولكن ليس الآن، حينما يقفون على حقائق الأنباء معاينة. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، والمقصود بالداعي هنا
الملك أو الملك الذي سينفخه في الصور فتنفذ وترجع الأرواح إلى أجسادها الأجساد النابتة في المقابر حينما يأذن الله جل وعلا للقيامة أن تقوم، فتنبت كل الأجساد من مقابرها كما ينبت البقل، هكذا ورد في الحديث، كما ينبت البقل أي كالنباتات الصغيرة، هل كلمة المقولة ولا النعناع، كل ذلك يسمى بقلا أو الكرافس أو شيء لطيف صغير، هكذا تنبت الأجساد من المقابر كما تنبت الحشائش في فصل الربيع. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، شيء فظيع رهيب نكر، يعني شيء تستنكره القلوب والعقول ولا يستطيع أحد أن يتصوره مجرد تصور، شيء أعظم من الخيال وأرهب من الخيال. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، أحوال الكفار آنئذ كما قال الله جل وعلا خش عن أبصارهم، وكان يمكن أن يكون في التعبير العربي العكس، نقول يعني في تقديم التأخير أبصارهم خاشعة مثلا كما في صور أو مواطن أخرى، وجوه يومئذ خاشعة. فهنا خش عن سبقت، أي أنه وصف لنا الحالة النفسية للإنسان الكافر لما وقع له من الهول والخوف حينما شعر بالحياة تنبعث فيه من جديد وأنه يبعث ليوم عظيم. خش عن أبصارهم، فأعينهم بسبب الفزع والخوف يعني منسدلة إلى الأرض خوفا من أن تبصر شيئا يفزعها من الحقائق التي جعلها الله لذلك اليوم. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، هل جراد؟ كأنهم جراد منتشر، جراد اللي كيضرب شي منطقة يعني كيدير الظل بحال الغيم بسبب كثرته وانتشاره يحجب أشعة الشمس، كذلك سيكون الناس على وجه الأرض. خرجون من الأجداث أي من الأجداث جمع جدث وهو القبر مقابر، خرج الناس من المقابر كأنهم جراد منتشر. فنعود إذن إلى قصة النبأ والأنباء، فهذه الأنباء ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. على هذا الأمر ينبغي الإنسان أن يعول وعليه أن يفكر ويتفكر في حقيقة الأنباء بدءا بالموت وانتهاء بالمآل الأخير، وتلك هي منازل الآخرة. الإنسان يموت وينزل القبر حب أنكره، ونزوله القبر يجعله في عالم البرزخ، ونفسه آنئذ تشعر بوجودها، تشعر بحقيقة الكون حولها، تحس تشقى وتسعد وتلتذ أو تتلذذ وتتألم، كل ذلك حاضر حاصل للنفوس في عالم البرزخ وهي آنئذ في مقابرها. فعلاقة القبر بالبرزخ علاقة وطيدة جدا، يظن الناس أن الأجساد قد بليت وصارت رميما وصارت ترابا، وتلك حقيقة نعم، لكن الله جل وعلا جعل الأنفس تشعر وتحس وتسعد وتتألم، وحقائق سعادة القبر وألمه معروفة متواترة مما يجب الإيمان به. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله جل وعلا من عذاب القبر. كيف يحصل ذلك؟ الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. أن احنا كنبغيونا يعني نفهموا بالعقل ديالنا أحوال الآخرة، ما غير ممكن، ونقيس حقائق الآخرة وسعادتها وعذابها نقيس ذلك كله على حقائق الدنيا، مستحيل. إنسان كيتصور يعني الناس دخلوا المقابر كيف يتنسمون من روح الجنة، أنه كاين مقابر وقبور تكون روضات من رياض الجنة، يفتح الله لها مسالك إلى الجنة، وهنالك والعياذ بالله مقابر مفتوحة على نار جهنم ويتعذب أصحابها إلى أن يأذن الله جل وعلا بالبعث. فيعني
الله جل وعلا قلت على كل شيء قدير سبحانه جل وعلا. يعني الإنسان يعني كيغامر حقيقة الإنسان، الإنسان يتمرد على خالقه كما تمرد إبليس جهلا منه، جهلا منه. يعني دابا بغينا نخدموا العقل، يعني نتبعوا هذا العقل الجاحد يقول لك هذا بالقبر مستحيل، لأنه راه الإنسان يعني صار تراب وكذا يا أخي. أيوة طيب، ومن بعد صار تراب. الله جل وعلا أليس قديرا سبحانه بأن يجعل ذلك التراب، ذلك التراب، هذا التراب نفسه، ذراتك التي تناثرت من جسدك، قل كونوا حجارة أو حديدا. يعني واش الإنسان سبحان الله، يعني الإنسان غادي يتحكم في القدرة الإلهية، كيف سيجعل الله عذابه يوم القيامة أو سعادته إن شاء سبحانه، قدير جل وعلا، فيعلق العذاب بالنفس وبذرات ذلك الجسد أيضا، وتمشي ديك الذرات تسرح. يعني الإنسان يموت كما بغى يموت، ولو احترق ولو تفجر ولو غرق وأكلته الحيتان، ولو قدير سبحانه أن يجمع ذراته جميعا في مكان واحد ويعذبه مجموعا أو يعذبه مفرقا، والله جل وعلا على كل شيء. هذه كل شيء معناه يعني جميع الإمكانات وكل الاحتمالات التي ترد على العقل والتي هي فوق طاقة استيعاب العقل، كل ذلك الله جل وعلا عليه قدير على كل شيء. يتسمى العموم المطلق الكامل المستغرق لجميع أفراده، عموم شامل جامع لا يشذ عنه شيء. فلذلك الإنسان لا ينبغي أن يغامر بمستقبله الأخروي ويستهتر بحقائق الإيمان. المؤمن حق الإيمان الذي تعرف إلى الله جل وعلا وتجلت له عظمة الله سبحانه وتعالى وكبرياؤه من خلال أسمائه الحسنى وصفاته العلى ومجريات الأحداث في التاريخ وفي الأرض، يعني يدرك أنه إن كان من الخاشعين، إن كان من المؤمنين المتقين الخاضعين لهذا الرب العظيم، فهو خير له في دينه وفي دنياه وفي عيشه في الأرض وفي مآله الأخروي. فهذه الأنباء فعلا حينما يتأملها الإنسان والقرآن حافل بها، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. الأنباء إذا عاش مع الإنسان تكسر نفسه وتربي خواطره وتعبد كبرياءه، تذلل كبرياءه، لأن أنباء فعلا رهيبة، لأنها أنباء فعلا تجعل الإنسان يفكر فيما أعد لهذا اليوم، يفكر في عمله. إذا كان العمل فعلا هو الذي يبقى للإنسان لذلك اليوم، فإذا أنت أيها الإنسان مجرد شريط من العمل، فإذا كان هذا الشريط مليئا بالخيرات والبركات فأنعم به وأكرم، وإن كان مليئا بالشرور فتلك هي المصيبة الكبرى وذلك والخسران المبين. الإنسان حينما يقف على مثل هذه المشاهد ويدرك هذه الحقائق ويراجع نفسه يقول ما صليت وكم صليت، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، وما أجرمت وما فرطت في جنب الله وفي حقه. فكل ذلك يعني الإنسان يراجعه، لأن هذا الأمر هو الذي يكون للإنسان حاضرا في قبره، إن خيرا فخير وإن شرا فشر والعياذ بالله. وبذلك الإنسان يدرك ما سيكون مآله حينما يبعث وحينما ينبت بعد ذلك في قبره ويصعد على وجه الأرض ليحشر مع الناس، مع ملايير البشر من آدم إلى آخر من يكون في صعيد واحد يوم المحشر، وتوضع آنئذ الموازين القسط يوم القيامة وتوزن الأعمال، وأن أعمال بني آدم توزن كما في صحيح البخاري وغيره. فيعني هذه المشاهد كلها حرية بالإنسان
في أن جعله فعلا يزدجر ويتعظ ويراجع ملفه العملي بين يدي ربه، يراجع هذا الملف ما عمل من الخير وما عمل من غير ذلك، ويبادر قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان يبادر إلى صحيح ما فسد من عمله، لأنه لا يبقى له إلا العمل الصالح، ذلك العمل الذي سيشرق عليه بوجهه الصبوح عند قبره أو الوجه الآخر لعمله الطالح الكالح الذي سيرهبه في قبره ويطل عليه ويقول له أنا عملك أنا عملك كما في الأحاديث. فهذه الأنباء التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن الكريم، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حقيقة فعلا، حقيقة قرآنية إيمانية كبرى، وحقيقة كونية، أي أن الكون بحقائقه ينطق بهذا، الكون يسير إلى خالقه جل وعلا، كل الأنجم، كل الكواكب، كل المجرات، وكل طبقات السماوات فوق ذلك، وكل الكائنات ما بين هذا وذاك كلها جميعا سائرة إلى مولاها، والله جل وعلا سيطويها طيا، كما قال جل وعلا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. فهذا الوعد الحق الجامع لكل الأنباء التي ذكرها الله جل وعلا، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، الوعد الحق الذي هو البعث، القيامة، اليوم الآخر، جامع لكل هذه الحقائق، واجب على المؤمن أن يطالعها في كتاب الله، مطلوب منه ومنك أن نقرأ كتاب الله جل وعلا، وأن نتعرف على أحوال الآخرة ومنازلها منزلتان منزلتان، لأنه الإنسان الحكيم اللي عنده العقل وعارف رأسه غادي يدوس في واحد الطريق مو كراها بالسيف عليه، أي يدوس في واحد الطريق، فخير له أن يتعرف إلى تفاصيلها، أن يتعرف على حقائقها ومساربها، ليعلم كيف يسلك منها إلى مولاه، وليدرك أخطارها ومزالقها، عسى أن يكون من الناجين، عسى أن يكون من الناجين. فلذلك القرآن ما غمطنا شيئا، القرآن ما نقصنا والو، ما حقرناش، أعطانا التفاصيل، الله سبحانه وتعالى بيّن هذه المنازل، ها الخطوة الأولى، ها الخطوة الثانية، ها الخطوة الثالثة، وهما ينفعك هنا وهما ينفعك هنا، ثم ما ينجيك ها هنا أو هنالك، كل ذلك مفصل في القرآن العظيم، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّنه بسنته وسيرته، وربى أصحابه عليه الصلاة والسلام على ذلك تربية. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حينما وقع في قلبه ما وقع من الأنباء، هذه الأخبار الرهيبة، أخبار الغيب التي هي الحقيقة كلها، طلق الدنيا وودعها، عاش فيها عليه الصلاة والسلام بجسده، لكن روحه كانت متعلقة بالله، ذاكرا ربه على كل حال بالليل والنهار. وتعلمون الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. يعني مرة من المرات كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ناس على واحد الحصير قديم، حصير بال، حصير مصنوع من سعف النخل، معروف يعني أن سعف النخل حصور ديالو كتكون خشنة، ولما كيقدم تصبح أخشن، حصيرة ديال النخل جديدة كتكون مشوكة صعيبة، وإلى قدمت كتكون أكثر، يقدر حتى واحد يجلس عليها ولا ينعس عليها. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان الناس على حصيرة قديمة ديال النخل كلها، يعني أشبه ما تكون بالخشب الشائك. فلما نض عليه الصلاة والسلام من رقدته تلك، يعني بعض الصحابة شافوا الوجه دياله والحنك دياله كله مشرط بالآثار ديال هذيك الحصيرة، فأشفقوا عليه وقالوا له: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، كون درنا لك شي فريش تبدا تتكى عليه فوق هذه الحصيره هذه، لو اتخذنا لك وطاء. فقال مستنكرا: مالي وللدنيا، اش دخلني انا والدنيا، اعتبر ذلك دنيا وترفا ونعيما
ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب. هل مسافر يطلق على المسافر في العربية الراكب؟ إن غالب شأنه أن يكون راكبا خارج مخرج الغالب. ما لي وللدنيا ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركه. يعني الصحراء لما تكون قاحلة ما فيها لا شجرة ولا حجرة، الرمال والقفار، يعني ما فيهاش مكان واحد تظلل منه من حر الشمس، والمسافر غادي في هذه الطريق الصحراء كيلقى واحد شجيرة واحدة يتيمة معزولة، شجرة واحدة، غادي يكون مغرور إلا دخلت تحت ديك الشجرة وناس، لأنه لن تنفعه، غيبقى في قلب الصحراء نهاية المطاف. فلذلك إن كان يستفد من ظل الشجرة يستريح قليلا حتى يستعيد قواه، ثم عليه أن يكابد السير، عليه أن يكابد السير وأن يصبر على عطش الصحراء وأهوالها ليصل فعلا إلى الواحة الحقيقية التي فيها الماء وفيها الظلال، يعني كل شيء فيها دائم وليست شجرة منقطعة في صحراء قاحلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطى شبه الدنيا والآخرة بهذا المثال العجيب، ما لي وللدنيا ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة، كيقول لهم أنا كنت متمتع بالدنيا مش ما كنت متعش، ولكن المتعة ديالي هو المتعة ديال ذاك الإنسان اللي جلس تحت الشجرة معزولة، ولكن ما ندرش فيها أبدا، ما عندي ما ندير بالمتعة ديالها. مرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جاوه بعض الصحابة وفيهم جوع شديد، واحد مرة واحد مرة واحد قتلهم الجوع، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام هو كان في جوع، وكانت يعني السنة سنة قاحلة فيها قحط وجفاف، فاخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم وذهب بهم إلى أحد أصحابه في ضواحي المدينة، شي واحد عنده الجنان صاحب البستان في ضواحي المدينة المنورة، وضق عليه الجردة ديالو ولا الجنان ديالو حائط كان يسمى قديما. فلما هذاك الصحابي شاف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يعني فرح، قال يعني ما أحد أكرم مني اليوم، ما كاين شي واحد غادي يكون كريم قدي هذا النهار. فقال الصحابي الجليل ما أحد أكرم مني اليوم، يعني فرحا برسول الله عليه الصلاة والسلام وبأصحابه، لأنه يعني أي شيء أعطاه لهم خيكون حاجة قليلة، يكون أعطاه لنبي ولصديقين وشهداء من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان منهم صديقون وشهداء كالصديق أبي بكر رضي الله عنه وعمر شهيد المحراب رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم كثير. فلما شاف هذاك الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم مع الجماعة ديالو دخلوا، مشى بادر مشى لواحد الجنوي كينضيها باش يدبح ليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم بأنه راه غادي يدبح ليهم، وقال له إياك والحلوب، يعني إلا كانت شي نعجة كترضع وكتحلب ما تدبحش، لأنه كيستافدوا الناس من الحليب ديالها أو يكون عندها التلاب كترضع، إياك والحلوب. فذبح له وأكلوا وشربوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأصحاب دياله، تاكلوا والتفذوا بما أكلوا من النعمة وشربوا على ذلك ما شربوا من الماء البارد. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ارتاحت أبدانهم من شدة الجوع الذي كاد يودي بهم، قال لهم لتسألن عن هذا النعيم، يعني تأويلا لقول الله جل وعلا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ما من نعمة، لأن النعيم كلمة عامة مستغرقة لجميع أفرادها، يعني تنعم الإنسان في الدنيا في الحلال، ما كنتكلموش على شي حاجة الحرام، لا الحلال. يسأل عنه العبد يوم القيامة ما أديت من حق الله فيه من زكاته أولا، ثم بعد زكاته من شكر الله على ما أنعم عليك، لأن النعيم حقه أن تؤدى زكاته هلول، ثم أن يشكر الله جل وعلا عليه. فإن بغينا نحسب أنفسنا على شكر النعمة لم يستطيع أحد أن يقول قد وفيت النعمة حقها،
فالنعم تغرق العبد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة واحدة ماشي من ناحية العدد فقط، الواحد كتصور يعني هل الأولى هل الثانية، لا، النعمة الواحدة لا تجليات لا تستطيع أن تحصيها. إذا أخذت نعمة البصر فقط أو نعمة الشم أو أي نعمة من النعم التي أنعم الله عليك خلقة أو رزقا وحده بلا ما تحسب هالنعمة الأولى هال الثانية هالشم هالبصر هالإحساس هالطعام هالشراب هاللباس لا خليك من هذا الحساب، هذا الحساب ما يعني فوق الطاقة العقلية، هذا لا غير نعمة واحدة نعمة البصر. إذا أخذت نعمة واحدة وحاولت أن تنظر إلى تجلياتها فإنك لم تستطيع عد تجليات تلك النعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني كم استفدت ببصرك، كم تعلمت ببصرك، كم تذوقت ببصرك، كم تمتعت ببصرك، كم سلكت مسالك العمل وطلب الرزق ببصرك، كم وكم وكم، ما عمرك توصل النهاية. وإن تعدوا نعمة الله في البصر وحده لن تحصوها، فما بالك بالنعم جميعا. فإذا كان العبد إذا أنعم عليه بنعمة وهو في حالة مفتقرة إلى تلك النعمة أشد ما يكون الافتقار، ثم يسأل عنها يوم القيامة، إن ذلك فعلا لأمر رهيب. هما الصحابة جيعان كيقطع بهم الجوع وغادين مع سيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ومشاو عند الصحابي واحد خوهم في الله بحالهم وذبح لهم بالفرحة وكلاو بعد هذا الجوع، يقول لهم لا تسألن عن هذا الناعم، هذا براسه هذا اليوم الشديد الذي مر عليكم ونعمكم الله تعالى بعد جوع شديد لا تسألن عنه. فما بالك بما نتمتع به نحن من النعم نتقلب في ذات اليمين وذات الشمال. فنسأله جل وعلا أن يتغمدنا برحمته وأن يدخلنا في عفوه. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا جميل الرحمة أدخلنا في رحمتك، اللهم يا جميل الرحمة أدخلنا في رحمتك، اللهم يا جميل الرحمة أدخلنا في رحمتك، اللهم يا جميل العفو أدخلنا في عفوك، اللهم يا جميل الستر أدخلنا في سترك. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمور ديننا وأبداننا ودنيانا وآخرتنا، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين ولأنعمك وأفضالك من الذاكرين الحامدين لك وحدك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبنا وألسنتنا، اللهم ثبت قلوبنا وألسنتنا، ثبتنا اللهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من كل فتنة ظاهرة وباطنة مقبلة أو مدبرة، نعوذ بك من كل بلاء وفتنة، نعوذ بك من كل بلاء وفتنة. أدخلنا في عفوك وخذنا بالعفو. اللهم ارفع عنا البلاء واكشف عنا الغم واقض عنا الديون. اللهم اقض عنا الديون وشاف الأبدان جميعا وارحم العباد جميعا. اللهم أدخل عبادك المستضعفين من المؤمنين في رحمتك. اللهم يا من تستر العورات ويا من تؤمن الروعات أدخلنا في سترك وفي أمنك وأمانك. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا في السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.